ما عشرت ناس كثير في حياتي. الحمد لله لما صرت يعني مسؤول عن نفسي صرت أتعرف على الناس. الأشياء اللي أدمان فيها هي أن مو الناس كلهم فيهم الخير، مو الناس كلهم طيبين. لا، في ناس، أوه أنا آسف أقول الكلام هذا، بس في ناس وسخة، في ناس نعم المثال ندمان على أشياء، يعني أني احترمت ناس عاملتهم كأخوة، نوعا ما كأخوة، وصدمت منهم. يعني مثلا في قصة أنا دائما أتردد أقولها في اليوتيوب ولا لا، بس ودي أقولها عشان الناس تتعلم لأنها حكمة. شخص مثلا صديق لي، كان صديق عزيز لي، وكان يطلع بمغاطي بعد. تخيل، ترى أنا ما أخلي أحد يطلع بمغاطي، يعني هي مو سالفة شوفت نفس، بس ما أحب إني أطلع أحد بمقاطعي لو أنا مرتاح معاه. فتصور عزيزي المشاهد إيش كثر أنا كنت مرتاح معه، أنا كنت مرتاح معه جدا. الشخص هذا كان يطلع بمقاطعي وكنت جدا مرتاح معه. فجأة بيوم من الأيام الشخص هذا، واو، بأول مصيبة واجهها كنت دائما أسنده من ناحية مادية، من ناحية معنوية إذا أقدر كان عندي الوقت. يوم من الأيام بس عشان مشكلة ومصيبة صابته، صدمت يا جماعة أن الشخص هذا كان في كل لحظة كنت معه كان يصور مقاطع علي، كان يجمع مقاطع علي، وكان يبي يهددني بأشياء ويهددني بأشياء غبية. كان يحاول يجمع علي مقاطع وأشياء غبية عشان يهددني فيهم، ويقول أنا راح أنشرهم باليوتيوب إذا ما ترسل لي فلوس مثلا. يعني مثلا بعترف لكم، يعني أنا إنسان شاب بالأخير، قعدات شباب يكون فيها ألفاظ نوعا ما شبابية، فكان يصور الأشياء هذه وكان يجمع مقاطع عليها ويقول راح أحط فضيحة أبو فلة وهو يقول هذه الكلمة الفلانية، هذا الشيء الفلاني، وهذا الشيء الفلاني. وأنا طبعا ما أرضى أني أطلع بالصورة هذه أو تطلع في اليوتيوب. إيه، فجمع عليه مقاطع يا جماعة، وشيء اللي عور قلبي تدرون شنو؟ شيء اللي يدمر قلبي إنه ما كان يجمع مقاطع بشكل عشوائي. لا يا عزيز المشاهد، أنا تعرفت عليه 4 سنين، جمع علي مقاطع من تعرفت عليه إلى الآن، إلى يوم صارت له المصيبة أرسل لي المقاطع وصار يهددني فيها. صرت أفكر، أول شيء فكرت فيه والله مو المقاطع، مقاطع نوعا ما كانت ولا شيء، عادية أصلا، يعني حتى ما تستاهل إنه يهددني فيها، لعل فيها كلمات وأشياء شبابية قلتها. بس كمان أنا إنسان بالأخير، أنا مو ملاك نازل من السماء، مهما سويت عزيزي المشاهد اسمع الكلام هذا وتأكد منه، مهما سويت مشاريع خيرية في حياتي، مهما سويت أشياء في جانب خيري فيني، والحمد لله، أي إنسان في جانب سلبي فيني أقول إن ربي يسرني فيه، أنا إنسان بالأخير وأسوي أشياء سلبية وربي أرجو يسترنا كلنا يا رب. فما كان يخوفني المقاطع حقته، أول شيء جاء بالي والله وكانت كضربة قوية، دايم الشخص اللي كل هالعشرة معه، كل هالعشرة ضحك وناسة وذكريات، يا إلهي كيف باعني بسودة يا جماعة. أقسم بالله وبمن أحل القسم، المصيبة اللي واجهها اللي خلته يهددني فيها، لو إنه كلمني، والله لو إنه كلمني، هو المصيبة اللي سواها كانت كبيرة صراحة، بس لو إنه قعد معاي وكلمني وقعدت معاه محادثة طويلة، والله كنت راح أساعده فيها، والله كنت راح أساعده فيها.